ورايحه منه. بس يا بنت الحلال لو ما كانش جالك كوافير وقال الكلمتين دول كنت هقول لك لا. من الاخر ابراهيم عايز يطير، ما بقاش حد ليه حاجه عنده. انا عايزك بقى تجيبي وتد وتربطيه وما تسيبهوش. وهو مين اللي عنده طقطان لنفسه عشان يجيب خلق البراهيم يجري وراي منه شمال؟ يا سوك انا بنت، يا جدعان انا بنت، بنت ايه؟ ما يغركوا الشكل ده، انا جوايا حته عيله صغيره لسه بضفاير، عايزه اللي ياخدها في حضنه، اللي يطبطب عليها، اللي يقولها كلام حلو من اللي بتقولوا للبنات ده، اي حاجه. نفسي اللي بحبه ده انه تبقى مليانه بيا، ما يبصش لواحده غير. صعبه دي؟ جوايا عيله عايزه اللي يجيب لها دبدوبه ورده، ولا ان شاء الله حتى يكتب لها جواب حب من اللي بيكتبوه لبعض في المدارس دي. انت عايزه اللي بيحبها يبقى بيلف حوالين نفسه كده عشان يبقوا مع بعض لوحدهم، ولو ثواني يخطف بوسه من على خدها، ولما يخطفها اضربه على وشه بالقلم، مع اني من جوايا بقى مبسوط. يا سوكا ده انا حاسه ان من كتر ما انا عامله راجل من بعد ابويا ما مات عشان اعرف اعيش، انتوا ذات نفسكوا نسيتوا ان انا بنت. ده حتى هيما ذات نفسه ما كانش باص لزباله الحريم، ولا كان في حياته خطيبه ولا حبيبه ولا اياته حاجه. يا سوكا ده نايمه بقى بيبص لي كاني راجل، زي ما بيبص لك بالظبط، كانه واحد صاحب. بقول لك ايه، انت قلبتيه حزيني ليه كده؟ فكيها بقى. طب عشان خاطر سوكا تحكي. طب حاسس ان انا بتحكي، انت حكي بقى كوره. طب اقول لك حاجه، اغني لك الاغنيه بتحبيها، الحلو والنبي تا تا تا، كوريا والنبي تا تا تا، والنبي تبسم ترارارارا. يلا غني معايا، الحلو والنبي تا تا تا، تبسم والنبي، ده انا اللي تبسم يا عصام، الحلو والنبي تا تا، دي كوريا والنبي. اتحكي بقى اتحكي ولا يهمك. انا جمعت حضراتكم النهارده علشان ابلغكم اني منسحب من قضيه مدام هايدي تماما، ودي كل الاوراق اللي هتحتاجوها علشان تستعينوا بمحامي تاني. اتفضل يا ابو طالب بيه. ايه التهريج ده؟ يعني ايه تنسحب؟ في ايه يا نادر؟ مفيش اي حاجه، في محامين كتير جدا مش لاقيين شغل. ليه يا نادر؟ ايه بس اللي حصل؟ والباشمهندس مش عايز يعرف هو كمان ايه اللي حصل؟ انا فاهم كل حاجه، بس ما بحبش اتسرع زي عمي. تمام، يبقى انا محتاج اعيد الكلام ده وللمره النهائيه. ابو طالب بيه، انا كنت بتابع قضيه مدام هايدي بصفتي صديق للاسره مش كمحامي، لان انا كمحامي مش شغلتي ان انا اعمل لها بطاقه مضروبه، ده ضد شغلي، ومش شغلتي كمان ان انا اهربها لان ده ضد مبادئي، ولا شغلتي ان انا ازرع لها عين في مباحث الاموال العامه لان ده ضد القانون. انا كنت بقوم بكل ده لصالح هايدي وصالح القضيه وصالح حضراتكم طبعا، لكن لما اعرف ان انتوا رحتوا زرتوها في بطن البقره اللي انا شخصيا ما اعرفش مكانها فين، وان الهانم هتفتح هناك نشاط اجتماعي، هنا لازم اقول ستوب، ما اقدرش اكمل. ليه؟ لان اللي انتوا عملتوه ده هيضر هايدي وهيضر القضيه وممكن يقفل المكتب بتاعي، وانا ما عنديش استعداد للكلام ده. احسن برضه، اهو نشوف محامي تاني احسن منك. شت، وبعدين بقى اسكت خالص. ايه يا دكتور نادر، بس من غير بس ولا يا دكتور، كلامي كلام نهائي يا ابو طالب بيه، ورا القضيه معاك وربنا معاك. الو بونجور، لو سمحت انا كنت عايز اعمل اوردر بالبضاعه اللي عندكم. لا لا، انا عارفه انا عايزه ايه بالظبط. انا هفتح محل صغير ان شاء الله، المكان هي منطقه اسمها بطن البقره. بطن البقره هي منطقه في مصر القديمه ورا جامع عمرو بن العاص. لا انا لسه بجهز، انا كنت عايز اعرف بس سيستم الاقساط والتسليم. خلاص خلاص، هكلمك على بالليل هقول لك انا عايزه ايه بالظبط وافهم منك. الاوردر باسمها هي جمالات. جمالات، انا متشكره قوي، ميرسي، باي باي. قولي لها انا عايزه اتنين. في ايه يا سندس، عايزه ايه؟ انا عايزه اتنين. حاضر يا حبيبتي، هجيب لك اللي انت عايزاه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا هايدي هانم؟ ازيك يا سندس؟ اهلا وسهلا. ها
قولي عملت ايه مع السمسار؟ احنا لازم نلاقي محل النهارده، مش معقول بعد كل اللف ده ولسه مش لاقيين محل. ايوه هانم ان شاء الله هنلاقي يعني ان شاء الله. اصله في ايه مالك يا شكري؟ اصله بصراحه طلبنا يعني انا كنت جاي مخصوص علشان موضوع يخص حضرتك يعني. طب ما تتكلم في ايه؟ الجدع اللي اسمه سلومه الجزار ده كان عندي في البيت يعني. طيب وانا مالي؟ الموضوع يخص حضرتك يا هانم. انا فهمت يعني في ايه. كان طالب القرب مني يعني طالب يدك مني يعني. نعم. لا انا ما قلتلوش حاجه، انا قلت له يعني لازم نروح لهانم وناخد شرطها. شرطها ايه؟ هو انت خالي يا شكري ولا انا جمالات ولا مين سلوك المقرف ده اصلا عشان يطلب ايدي؟ لا يا هانم انا كنت يعني قلت برضه اجل حضرتك علشان يعني لما ترفضي نقدر نقول له احنا رافضين ليه يعني. هو احنا لسه هنوافق وهنرفض؟ بص يا شكري، من هنا ورايح المواضيع اللي زي دي انت تخلصها بمعرفتك، انا مش عايز اسمع عنها اصلا. حاضر يا هانم. حاضر. طيب وهنشوف المحل امتى؟ ان شاء الله يا هانم وانا راجع هبكلمك. طيب بس بسرعه. حاضر يا هانم. اقعد بالعافيه. انا عايزه اتنين العب فيهم. ده اللي كان ناقص. سلوك الجزار. عايزه اتنين العب فيهم. أنا واحد وسعد واحد. عايزة أعمل كده. يا سندس يا حبيبتي أنا بشتغل، ممكن تسيبيني أشتغل؟ بس يا سندس. أنت ضربتيني. لا أنت اللي ضربتيني. جاتك ضربة. يا خارجة من باب الحمام وكل خد عليه خوخة 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 خوخة. ما تفتحي يا ولية. يا حبيبتي جات فيكي، تعالي تعالي. انت جيتي عود عود عود. ترى يا بيت انت مش ناوية تعقلي بقى وتطلع على بيتي يا بيت؟ انت بقالك جمعتين في الجامع، الشيخ ناصر خلاص هيكفر منك كده. هو الله وهو ماله هو؟ وانا كنت نايمه في بيته؟ ده بيت ربنا. ايوه هو بيت ربنا، بس انت خلاص ما انت شايفه نفسك يا بيت، وشك بقى قد اللقمه. ايوه لا اكل ولا شرب ولا حموم، عفنتي. ده قله قيمه على الفاضي. وكلكم ونساوين امات الخمار دول كوم يخلوني اصلي معاهم كل صلاه بالعافيه. صدقي بالله يا بنت انت، سلومه ده اهو له الجنه انه معاشر واحده زي، علشان خاطر تخربي بيتك وتسيبيه وتطفشي علشان عايز يتجوز. طب ما يتجوز يا اختي ولا يولع بجاز. الله، طب ما هو يجيب هم على هم. انت ايه اللي مزعلك يا بنت؟ ها انا تعبت قوي يا مسوكة، مفيش حد قصدته الا وبعدي. يا بنت انا هجيب لك من الاخر، انت تطلعي بيتك تستسمحي جوزك. ايوه نار سلومه ولا جهنم الشوارع يا بنت؟ انت بقيتي شبه القط اللي مسربينه في الخرابه يا بنت.